أقدمت عناصر مسلحة حوثية على إغلاق بوابة مجلس النواب المختطف في العاصمة صنعاء في ظل الصراع المتفاقم بين أجنحة ميليشيا الحوثي بصنعاء وعدم اعترافها أو قبولها بأي عمل مؤسسي. وقامت الميليشيات بإغلاق أبواب مجلس النواب بسلاسل احتجاجا على عدم اختيار أحد الأعضاء المقربين منها نائبا لرئيس المجلس، وتصر على فرضه بقوة السلاح رغم فرضها أسماء الآخرين. واعتبر مراقبون إقدام الميليشيات على إغلاق بوابة مجلس النواب بالأقفال والسلاسل الحديدية صورة من الصور التي تعكس همجية العصابة الحوثية التي لا تؤمن إلا بالقوة والعنف، وهو النهج الذي قضت به على جميع المؤسسات في الدولة منذ دخولها العاصمة صنعاء بقوة السلاح في العام 2014.